وما يسمى ب كوريش ساعدنا هنا شوي اللي هو مش كلاود بيست هو اون بريمسز يعني على في داخل المؤسسه يعني نظام كامل اصحاب الخاصه مبني في داخل المؤسسه. لذلك هناك مثل ما تعرف في دول الخليج البنوك المركزيه في الوقت الحالي ما تسمح او خلينا نقول انه في تحفظ من السحابه نظام المبني على السحابه. ولذلك نحن لانه هذا الفكره هي انه كيف انت تقدر تحافظ على معلومات سريه المعلومات، واذا ما توفرت هذه المعلومات خارج الدوله كيف انت تتعامل معها. فلذلك نحن مشينا مع هذا التوجه. واعتقد انه النظام يعني اذا بس اعطيك فكره بسيطه، نظام مؤسسه الرامكو هو نظام يعني عندهم خبره في منطقه الشرق الاوسط وخاصه في دول الخليج، حيث انه هذا النظام مبني على قوانين العمل المحليه. طبعا احنا سعداء انه قانون العمل جانا من مصر يعني لكل دول الخليج، فهو نفس القانون تقريبا هو متشابه يعني دول الخليج. فلذلك لانه نظامهم مبني على القواعد الاساسيه في النظام مبني على قانون العمل العماني، ولذلك هذا ايضا يعني من احد سمات النظام.